قد هاد الكاميرا جيت هي هذيك نايس ثينك جريت يس نيفي كبر غبرت 6 شهور وي نفخ المهم نتوما ديالنا ماشي مشكل الدنيا هانيه تشكيكه شي شويه سي با غاف. اهلا كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ما عرفتش كيفاش ندير هاد الدخله صافي لونطون غبرت عليكم هادي الشهوره مي قلت الي طون دو ريفونير شادي نقول لكم باش غنبدا جاني بيزار اليوم الفيديو ماشي بحال اليومات الاخرى كنجي وكندخل طول عرض هاد المره جاني شويه مختلف حيت بحكم انني غبرت شحال من شهر كنتمنى بعدا اولا تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده كي دايرين مع هاد الاجواء راكم عارفين اي حاجه كنعيشوها كنعيشها انا كتعيشوها حتى نتوما هادشي يعني كيدوز منه العالم كامل ولا عادي صافي تقلمنا معاه كنحاولوا نتعايشوا معاه الحمد لله على كل حال دونك علاش غبرت عليكم بزاف ديال الاسباب بزاف ديال الحاجات اللي خلوني نغبر منها اول حاجه جي شانجي دو طرافاي بدلت الخدمه راكم عارفين مع دوك الظروف وسميتو بدلت الخدمه الحمد لله خدمه مزيانه ايتو ولكن كان فيها بزاف ديال لي طاش يعني ما بقاش كيقضني الوقت زائد وليت كنقرا اونغاجيت في واحد لا فورماسيون في لو سوار دونك وليت كنقرا في الليل دونك كنجي نطحتها من الخدمه كنمشي للقرايه كنجي في الدار في لو سوار ولا في الليل كنجي مطحتها عيانه ما قادره ندير حتى حاجه ابان الا جلست مع مالي الدار ناكل صافي دير ديك الروتين ديالك صافي والغد لي عاوتاني نفس الروتين وديك الروتين اليومي ديال كل نهار اللي كيبقى هو ما كيتهرش وكيتعاود انا بالنسبه لي كيجي صعيب بزاف وخصوصا في هاد الظروف ما قدرناش نهرسوا الروتين ديالنا انا بعدا شخصيا حيت ما كاينش فين تمشي كلشي سادينو الحدود مسدودين اللي برا الحدود هنا ديال يعني من مدينه لمدينه كلشي مسدود ما كاينش فين غتمشي لي مويان دو ديفيرتيسمون ولا البلايص ديال ديفيرتيسمون تقريبا كلشي ساد يعني ما كاينش فين سي فري كو كنحاول نخلق الاجواء وانتم عارفيني ومولفين عليا انني كنحاول نخلق السعاده ولكن انا عاوتاني واحد لو كوتي انسانه شويه مزاجيه انا بعد مرات كيطلع لي الدم كنكون ناشطه شويه كنقدر نتقلب في نفس اللحظه دونك جات صعيبه شي شويه واخا تحاولي حتى تعياي كتقدري تحسي بواحد الوقت كديبريمي فيه كاي انسان وبزاف الناس كنعرفهم اللي كانوا يعني تبارك الله قويين وكيصبروا سميتو ولكن صافي صبروا حتى صبروا وعياو المهم هادشي اللي كان في هاد الفتره هادي القرايه الخدمه الكامله المورا ما كانش 100% وسورتو الوقت اكثر حاجه كانت هي الوقت وكان شويه الوقت معاوني كاين كنت واخا ما كايناش لقانا 100% كنت غادي نكمل ولكن ما عاونتنيش الظروف هادشي اللي كاين ودابا قلت خاصني ضروري نرجع بعدا حاطه لكم واحد ثلاثه ديال لي فيديو ديجا محطوطين اون بريفي من شهر 10 ايماجيني راني كنت فيلميت لكم فاش سافرت لمراكش مع العائله فاش كانوا طلقوا لينا السفر في شهر 10 وصورت لكم 3 فلوغ ديال السفره ديالي في مراكش واعرين شي حاجه مختلفه شي حاجه زوينه الطريقه ديال المونتاج مبدله الطريقه ديال التصوير مبدله ان شاء الله غادي يعجبكم من مورا هذا الفيديو غادي نحط لكم هاد لي فلوغ داكشي علاش قلت خصني ندير ضروري شي مقدمه ما نجيش وندخل فيديو قديم غيفهم والو قلت خصني ضروري ندير هاد لا بيتي انتروداكسيون ماشي انتروداكسيون مي يعني الباك تو ذا شانل وهادشي اللي كاين نتمنى ان شاء الله يعجبكم هادشي اللي غادي ندير يعني في الفيديوهات التقديم وداكشي كامل تشجعوني بيان سور بلي لايك و بسوبور ديالكم دائما لي كومونتير وداكشي ولي ميساج الناس اللي ما عندهمش يعني اللي ما كيتبعونيش في انستغرام تبعوني انستغرام ديالي غنخليه لكم هو سهيدا تبعوني يعني ملي كنغبر عليكم في يوتيوب كنكون تماك ديلي لايف روتين فين كنمشي شنو كندير اكسترا داكشي الاخر الحمد لله يعني فهاد الفتره كانوا حوايج بزاف د الحوايج اللي هما غادي خصيت بيه ما زوينينش ولكن كانوا ايجابيات زوينه هي انني حسنت من اللغه ديالي ديال لونغلي بزاف ديال لي زاميليوراسيون الحمد لله سورتو لي نيفو وهذه حاجه زوينه يعني واخا هاد الظروف الصعيبه الانسان كيحاول انه يطور من راسو وما يبقاش غير جالس في الدار وما كاين ما يدار يعني زدنا تعلمنا الطياب زدنا كاين اللي تعلم اللغات كاين اللي تعلم الطبخ كاين اللي تعلم كيفاش يجمع الدار كاين اللي تعلم كيفاش يجمع بيتو المهم كل واحد اشنو اكتسب من مهاره في هاد الفتره هذه كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هادشي كنتمنى
المهم بغيت عاوتاني لو كونسيبت ديال لاشين يكون شويه كيفاش غادي نقول لكم يكون شويه فاني ما يكونش ترو سيريو نضحكوا شويه مع بعضياتنا نضحكوا بعضياتنا تضحكوا معايا وتفوجوا معايا وديما الكونسيبت غيبقى البيوتي الفلوغز ديلي لايف شويه ديال لي روسيت مي كل عندي الوقت كندخل الكوزينه ندير لكم وصفات اللي كيصدقوا ليا وكيجيو زوينين شنو اخر هادشي اللي كاين والوقت اللي ما يكون عنديش الكونتينو يعني واحد الكونتينو محدد اللي غنفيدكم به غنديكم معايا غير في فلوغ هكا وتفرجوا شنو نقدر ندير هذه الوقت اللي ما يكونش عندي محتوى 100% غتستافدوا منه غادي نديروا ديك الساعه روتين شي حاجه اللي عاديه ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو ولكن كنخصني اوسي نقول لكم واحد الحاجه مهمه في هذه الفتره هذه اللي دازت هي انني انا تصابيت بالفيروس بلا ما نقول السميه حيت راكم عارفين في يوتيوب كيبلوكي وابخي لي فيديو اللي فيها لو نو دونك انايا جاني الفيروس والحمد لله جا خفيف ظريف ما جانيش مجهد بزاف وقدرت بترت به ودغيا عقت به بيان سور كاين الناس خديت الدوايات ديالي 15 يوم ديال الراحه الماكله النعاس بزاف باسكو هو واحد الفيروس اللي كيبغي باردون كيبغي النعاس وكيبغي الراحه هذا هو النصيحه ديالي بالنسبه للناس اللي فيهم دابا ولا الله يستر اللي جاهم من بعد النصيحه هو تاكلوا مزيان تقوي المناعه بلي فيتامين وخصوصا لو روبو ما عرفتش مالي ما لقيت ايه بتجيني ايه دابا اوكي المهم قلت لكم اهم حاجه هو كيبغي الراحه وكيبغي يعني الاكل الجيد والاكل الصحي ودائما الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو دابا راه كتسمعوا شنو كيوقع في العالم وهذا دائما الواحد يبقى يعيش دائما بهذاك الروتين الجديد اللي ولينا كنديروا اننا كنديروا البافيت والاحتياطات اللازمه دائما خصها تكون معنا ما نحيدوهاش حتى يحيد علينا ربي هذا الوباء ان شاء الله كنتمنى انه يحيد لنا هذا الوباء في اقرب وقت وحاجه اخرى بغيت نشكر باش ما يجيش الفيديو طويل بغيت نشكر بزاف الناس اللي دعموني والناس اللي في هذه الفتره كلها اللي غبت فيها واللي ما كنتش فيها حاضره بقاو كيصيفطوا لي لي ميساج بزاف د الاشخاص من لا فامي بزاف د الاشخاص قراب ليا يعني اصدقاء دي زامي الناس في الخدمه كانوا دي كوليك خدموا معايا وديك شيء مهم بزاف ديال الناس اللي بقاو كيسقسيو علاش غبرتي من اليوتيوب وعلاش ما بقيتيش كديري يوتيوب ورجعي اليوتيوب وخصك ترجعي وكيانسيستيو والناس من برا بزاف تخيلوا معايا بزاف من بلجيكا من لي زيتاجوني من فرنسا من ايطاليا يعني بزاف ديال لي جون اللي انا ما كنعرفهمش 100% وصيفطوا لي لي ميساج في الانستغرام ولا في اليوتيوب تيقولوا لي رجعي وكيعجبني داكشي اللي كديري بسيط وزوين ومحترم ونقي وهذا النوع ديال الكونتينو هو اللي ما بقاش للاسف في القنوات المغربيه ولكن ان شاء الله هذه المره كنتمنى جو كرواز لي دوا انا ما نحبش ولكن خصني التشجيع ديالكم باش نبقى دائما معكم في لاشين المهم غنحاول غنقول لكم لو ريتم ديال الفيديو اللي غندير بحكم كيف قلت لكم ما عنديش الوقت ما بين الليل والنهار غنحاول ندير على الاقل ماشي على الاقل وقع على الاكثر المهم ما عرفتش على الاقل ولا الاكثر ضغط في اللحظه قلت لكم المهم غادي نحاول ندير فيديو واحد في السيمانه وهكذا حتى كيرجع لو ريتم الا قدرت ندير اكثر بيان سور غادي ندير اكثر ولكن على الاقل الفيديو في السيمانه راه مزيانه طوب كنظن انه طوب قولوا لي نتوما في التعليقات واش مزيانه ولا لا وانا المهم غنحاول ندير جهدي كامل باش نبقى دائما اكتيف معكم هذا الشيء اللي كاين ما نطولوش بزاف وقال الفيديو جا فيه تقريبا شي 9 ديال الدقائق 8 ديال الدقائق بون روتور بور موا عوده ميمونه وناجحه وداكشي كامل ليا واحد يشكر راسو ويطلع المعنويات لراسو مزيان و الا ما درناش بحال هكا ولا ما طلعناش مورا راسنا حاولنا نضحكوا حاولنا نبدل الجو راه ما كاينش اللي غيديروا لينا ما عرفتش علاش واش قالت ليا فهاد اللحظه نرش هاد الريحه ماشي ريحه مي بروم بارفوم ديال لو كور شحال هادي مرشيت هادي ديال الصيف اون فيت والله الا زوينه صافي دو بيان نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي كنموت عليكم باي باي